منور يا كابتن عمرو في بيتك هنا في قناه الاهلي. ما شاء الله السنه دي كابتن عمرو الحلواني يعني حديث الدوري الممتاز باداء رائع باسيستات ممتازه مع فريق اسوان. الحمد لله كابتن اسامه. طبعا السنه دي كانت سنه يعني صعبه جدا، بتلعب في نادي جماهيري، ناس محترمين، جمهور اسوان نادي يعني جمهور كويس جدا، انا بحبه وبعشقه. نادي اسوان اوكي قليل ماديا بس كبير معنويا، كبير في الجماهير. رحت قلت اخد التجربه مع نادي اسوان، الحمد لله كان في توفيق كبير جدا، الحمد لله محالفني وربنا وفقني في اسوان. ودايما كان بيقول اي حد بيروح يلعب في اسوان بيبقى وشه حلو عليه، فالحمد لله يعني وشه حلو عليا بصراحه نادي اسوان.